السلام عليكم ومن جديد مرحبا بكل المتابعين الأوفياء. فيديو اليوم هو خصيصا للمبتدئات اللي كيبغيو يحضروا كيك يومي للكوتي أو للفطور ويكون ناجح من أول تجربة. وصفة اليوم هي سهلة وبسيطة مع إضافة مهمة كتخلي الكيك يجي طالع وإسفنجي وطبعا يكون لذيذ. بلا ما نزيد نطول عليكم ندوزوا على بركة الله نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. إناء غادي نوضعوا فيه زوج ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نضيفوا لهم قبصة من الملح وكاس ديال العنبة ما يكونش عامر من سكر سنيدة، نزيدوا لهم كيس من سكر فاني ونطربوا كل شي جيدا حتى نحصلوا على خليط يكون اللون ديالو بيض. ممكن أيضا نستعملوا الطراب الكهربائي إذا كان متوفر. نضيفوا كاس العنبة من الزيت ونحركوا كل شيء حتى ينسجموا كل العناصر. ودابا نزيدوا كاس ديال العنبة من الحليب اللي يكون بحرارة المطبخ ونحركوا شوية الخليط. نضيفوا زوج كيسان ديال العنبة من الدقيق الأبيض بشكل يكون تدريجي واللي ضروري نغربلوه. بالنسبة لكمية الدقيق اللي استعملناها كتبقى على حسب النوعية ديالو. نزيدو عليهم زوج الأكياس من خميرة الحلويات وحتى هي نغربلوها مع الدقيق. نستمروا في الخلط جيدا حتى ما يبقاوش عندنا الحبيبات ديال الدقيق. نضيفوا معلقة صغيرة من الخل باش تسرع تفاعل الخميرة. نخلطوا الكل وفي آخر مرحلة نضيفوا تقريبا نصف كأس من الماء اللي يكون مغلي، وهذا هو السر اللي كيخلي الكيك يجي رطب وإسفنجي. نخلطوا كل هاد العناصر ونصبوا الخليط ديال الكيك في قالب اللي يكون مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، ومن الأفضل نكون وضعناه مسبقا في الثلاجة. ندخلوا الكيك يطيب فرن اللي يكون مسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة اللي هي 180 درجة. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، وهكذا كيكون الشكل ديالو من بعد التزيين اللي كيبقى اختياري. هذه وصفة ديال كيك يومي سهلة وسريعة، والأهم أنها فيها كل الأسرار اللي كتخلي الكيك يكون ناجح. نتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم بهذه الطريقة، وبالصحة والراحة.